بكم إخوان وأحبة الأعزاء المشتركين بالقناة في اليوتيوب مع الفنان توفيق الذهبي عازف الأورغ والموزع الموسيقي في البرنامج التعليمي للأورغ بأشهر الأغاني العربية والمغاربية. فالمرجو منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير لدعمنا ولنواصل أكثر. اليوم غنديروا أغنية الصينية لمجموعة ناس الغيوان من أشهر الأغاني المغربية في التراث المغربي، فكنتمنى أنكم تستفدوا منها إن شاء الله. أولا أغنية الصينية لمجموعة ناس الغيوان هي في مقام رست على الصول. رست على الصول الذي على الشكل التالي، كيبدا من هنا، من صول ورست على الصول، كتكون فيه الربع تون في السي بالربع تون والفا دياز بالربع تون، السي بالربع تون والفا دياز بالربع تون. هذا ورست على السطور. اولا غنبداو بالموال. الموال انا هنا غنعزف يعني ناقص اثنان في ترانسبوز، يعني اللي بغى يتبع معايا ناقص اثنان في ترانسبوز على حسب الطبقه الصوتيه ديالي، يعني رست على السطور ناقص اثنان. فغنبداو بالموال. الموال غناخذو معاه بانجو، واعتذر الموال يعني لما فانا غنقرب ليه، يعني غندير مجهودي باش اني نقرب ليه. فين اللي جمعوا عليك اهل النيا، يا الصينية دوك اللي ونسوك، فين اهل الجود والرضا، فين حياتي، فين حومتي واللي ليا، يا الصينية. واعر بلا ما سهل حب الكاس، يا غيات ما ننساك الخطأ. واعر بلا ما سهل عشق الناس، يا غيات حرام ينساك الخاطر. واعر بلا جايني بغرامو والعنبر اللي يجي قدامو والنعناع والشيبا، يا الصينية. ويا ندمتي ويا ندمتي وما الكاس حزن ما بين الكيسان، ايا ندمتي ايا ندمتي وما الكاس تايه تاينين زاد قوة عليا الحزان، ما الكاس باكي وحدو، ما الكاس نادم حظو، ما الكاس وحدو هذا نكدو غاب سعدو. يا الصينية. فطبعا هذا موال تقريبي، لان على حسب الطبقة الصوتية ديالي فانا حاولت يعني فقط نقرب ليه. دابا غادي ناخذ ايقاع حضاري او ايقاع غيواني على سرعة 112 112 ونبداو. شوفوا هاد الموسيقى، كنبداوها من الريف ري 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 صون لا لا صون. بهذه الطريقة نعزف الصول ونعاودو ونغنيو.
نشرح بعض المسائل بحال هنا في السولو الثاني لما كندير تم دمن فا هنا في الفا بيكار ثم كنرجع هذه خاصة شوية براتيك فقط يعني حاول تدربوا عليها بحال هكا تحاولوا تدربوا عليها فالان غادي نحاولوا يعني نعاودوها كامله باختصار
يعني في هذه المقاطع. يعني اننا نديروا واحد النبذة مختصرة على أغنية الصينية، هي أغنية طويلة ومازال فيها يعني حبات اخرين اي كلمات اخرى، فقط حنا اكتفينا بهذا القدر يعني باش تستافدوا منه، ونتمنى لكم الاستفادة، والى اللقاء في حلقات قادمة ان شاء الله.